بسم الله والحمد لله وعلى بركة الله ننطلق. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ساعة مباركة تتابعونا في برنامج لقاء على إثراء. هذا البرنامج سلط الضوء على مواضيع كثيرة، ولكن مثل ما أنتم عارفين هدفنا الأول والأخير عبر هذه القناة المميزة وعبر هذا البرنامج المميز هو إثراء المجتمع برسائل إيجابية. لا شك اليوم موضوع حلقتنا راح نتكلم عن يوم التروية. باسمكم مشاهدين الكرام نرحب بإمام وخطيب وزارة الأوقاف الشيخ سالم حمد القحطاني. حياك الله يا أبو عبد الله. الله يحييك وحيا الله الإخوة الكرام والأخوات الكريمات. أبو عبد الله، أنا دائما شهادتي فيك مجروحة. والله يجزاك خير دائما اختياراتك للعناوين الحلقات، بالإضافة إلى إسنادك للمحتوى سواء كان على مستوى الآيات الحديث وحتى القصص. أنا أتشرف دائما أن أكون معك. إذن أبو عبد الله، يوم التروية، بداية سؤال استفهامي لمشاهدينك، ما هو يوم التروية؟ طبعا لما نتكلم عن شرف أو معنى أو أهمية يوم التروية لا يفوتنا أن نتكلم عن العشر المباركة. العشر التي أقسم الله جل وعلا فيها فقال والفجر وليالي العشر. العشر لما نتكلم كمسلم عندي أهمية يوم الجمعة بالنسبة للأسبوع، وعندي أهمية شهر رمضان بالنسبة للسنة، وفي العشر الأواخر من رمضان على ليالي السنة، وهناك عشر أيام هي أفضل أيام السنة. وهذا يعني أثير بعد أيهما أفضل، هل العشر الأواخر من رمضان ولا العشر الأوائل من ذي الحجة؟ فابن القيم رحمه الله بإبداعاته فرق وبين أن بالنسبة لليالي العشر الأواخر من رمضان، كلمة ليالي ليالي، نعم، وبالنسبة للأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. هذا جمع جيد، صح. والفقهاء لما تكلم عن المسائل الفقهية قالوا كلما كان الجمع متيسر فينبغي أن يحمل عليه اللفظ وألا يعني يتم الانتقال إلى التعارض واختيار أحد الرأيين. نعم. فجمع بين الرأيين، الحمد لله بقت هي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل الليالي، والعشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل الأيام. أفضل أيام يعني إيش؟ يعني ما من أيام كما جاء في الحديث، نعم، العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. الصحابة يعرفون أن أعلى أعمال الإسلام هي الجهاد، وإذا تذكر الحديث، نعم، وذروة سنامه الجهاد. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. تصور أن فضل هذه الأيام والعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. فالصحابة فهموا هذا الأمر، واليوم احنا نتكلم في هذه الليالي المباركة أو الأيام المباركة. المسلمون ينقسمون إلى قسمين، قسم يسر الله لهم الحج فهم في أيام التروية وفي يوم عرفة، وقسم لم يتيسر لهم الحج، نعم، كحالنا الآن. نسأل الله أن يتمم لنا آمين يا رب، وأن يوفقنا لحج بيت الله الحرام وجميع الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. والكل مجمع على اهتمام واستثمار واستغلال هذه العشر المباركة بالعمل الصالح، نعم، إما بصيام أو بصدقة أو بمزيد الصلاة. وكما جاء في يعني تفسير هذه العشر المباركة لماذا كانت أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم منبها إلى الغاية المهمة منها، قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يعني هذه العشر المباركة هي وعاء لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. الحجاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وإذا كان طبعا نتكلم عن تلبية بعد ما يلبون، وإذا كانوا قد تحللوا، خصوصا نتكلم يوم التروية، واللي يعرف وتعود على الحج يعرف أن يوم التروية يوم استنفار. ليش؟ الحجاج كانوا موجودين، واللي اعتمر اعتمر وتحلل، والآن يتهيئون لموسم الحج الحقيقي، فيبدأ من التروية، فيبدأون في هذا اليوم للتجهيز الانتقال إلى عرفة. والحقيقة أن يوم التروية اكتسب ميزته
من أنه يسبق يوم عرفة. ودائم الشيء الشريف يجر معه الشيء القريب، يعني اليوم عرفة يوم 9 فيجر معه يوم 8، فيتهيئون. وكما ذكر العلماء في أهمية هذا اليوم وسبب تسمية هذا اليوم، أنه يستعد الحجيج بالمياه، يروون القرب والقلال، يأخذون معهم وسائل السقاية فيأخذونها معهم إلى عرفة. والمسافة تقريبا اللي يعرف مكة شرفها الله، هناك الكعبة والمسجد الحرام تسمى بكة، هي لها أكثر من اسم. نعم. يعني المكان نفسه مكة كل الحرم، بكة المسجد فقط. المسجد. وهناك منى، وهي الآن إذا أخذنا خط مستقيم نبدأ ببداية الخط بمكة المسجد الحرام، ثم ننتقل إلى منى، ثم مزدلفة، ثم عرفات 9 كيلو، فمسافة طويلة. يعني حتى نتصور المشقة ليست بالسهولة التي نراها اليوم، صح، زفلت أو خطوط مفتوحة والأنفاق مفتوحة، اتجاهات واضحة يمين جبال وصعود ونزول وشعاب وطرق، يعني ليست متيسرة، فيها صعوبة وفيها جهاد. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لعائشة، يا عائشة عندها همة عالية، يعني عندها عزيمة في فعل الخيرات، قالت يا رسول الله ليس علينا جهاد معشر النساء، نبن جاهد، يعني تعرف فضل الجهاد. قال يا عائشة جهاد لا شوكة فيه، الحج. تبن جاهدين الحج. كان جهاد. فكانوا يروون، ولذلك ذكر أنه سمي يوم التروية بهذا الاسم، لأنهم يروون المياه ويأخذون يستعدون للذهاب إلى عرفة. في رأي ثاني في غرابة صراحة، أثناء التحضير طلعت على هذا الرأي، ذكر في تفسير القرطبي وذكره بعض العلماء، ولم أقف على يعني دليل، لكنه تفسير لماذا سمي يوم التروية. وقال العيني شارح كتاب صحيح البخاري، صاحب كتاب عمدة القاري العيني رحمه الله الحنفي، يقول وإنما سمي يوم التروية بذلك لأن إبراهيم، وانتبهوا وياي، كل مناسك الحج تجد إبراهيم عليه السلام له موضع فيه، له موضع. نعم. في رمي الجمار. نعم. في مسألة الذبح. نعم. في الطواف، في السعي، قصة هاجر عليه السلام. فتجد إبراهيم أمة، وسيرته هي المظلة لكثير من مناسك الحج. يقول لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم رأى ليلة الثامن ليوم التروية، رأى ليلة الثامن كأن قائلا يقول له إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك، رؤيا. نعم صحيح الرأي. فلما أصبح روى، روى يعني روى. آتية من الهدوء، يعني إيش؟ يعني افتكر، بدأ يتفكر. أي حلو. تروى يعني تروى. أي هدش روى. أي. قال وبدأ يفكر، هل هذه رؤيا من الله؟ نعم. أم حلم من الشيطان؟ والحقيقة أن رؤيا الأنبياء حق. نعم. والشيطان. فقال فسمي هذا اليوم يوم التروية، لكن لم أقف على دليل مسند في هذا المعنى، لكن من المعاني تسمية يوم التروية يؤخذ فيه هذا الرأي، يعني من ضمن التفسيرات التي لماذا سمي هذا اليوم يوم التروية. نعم. أما الدارج والمشهور فإنه كان يأخذون المياه. نعم. ويروون أنفسهم الحجيج في ذهابهم إلى عرفات البعيدة عن مكة. نعم. بالمناسبة عرفات خارج الحرم، عرفات خارج الحرم. نعم. يعني ليست من الحرم، يعني بعيدة تقريبا، يعني من مكة تقريبا 9 كيلو ومن حدود الحرم تقريبا 5 كيلو. فهذا سبب تسمية يوم التروية. إذن احنا نوقف عند هذا التسمية، لأن في عندي سؤال أيضا عن أعمال يوم التروية، ولكن تسمح لي بعد الفاصل. نعم. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل احنا بانتظاركم. جاءت لفظة تروية لغة من روية، والتي تأتي بمعنى الشرب التام إلى حين ذهاب العطش،
الشرب حتى الشبع واستسقاء الماء والتزود بالماء. أما اصطلاحا فيوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو من أيام الحج، وله اسم آخر وهو يوم النقلة، وسمي بيوم التروية لأن الحجاج كانوا يتزودون فيه من الماء ليأخذوه معهم من مكة إلى عرفات. أما تسميته بيوم النقلة فذلك لأن الحجاج يرتحلون، أي ينتقلون فيه من مكة إلى منى. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن حجر أن يوم التروية سمي بذلك لأن الناس كانوا يروون فيه أنفسهم من الماء ويروون فيه إبلهم، حيث إن الأماكن التي سينتقلون إليها خالية من الماء، إذ ليس فيها آبار ولا عيون ماء. مجددا رحب فيكم مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم، والساعة المباركة تعبون برنامج لقاء على الأثراء. لا شك أن موضوع حلقتنا نتكلم عن يوم التروية مع شيخنا الغالي سالم القحطاني. شيخ، احنا تكلمنا عن تسمية يوم التروية. نعم. بتكلم الآن عن الأعمال الصالحة في هذه الأيام. نعم. لا شك أن الأعمال الصالحة فيها كثيرة. نعم. وراح نشرحها ونشوف ما هي الأعمال، ولكن بتكلم عن جزئية واحدة. أعمال يوم التروية هل هي خاصة عن باقي الأيام ولا نعم. تختلف بطبيعتها؟ طبعا أعمال يوم التروية للحجيج، الكلام الآن يوم التروية هو يوم الثامن، لكن خاص بالحجاج. واليوم والآن نحاول بكلامنا وحنا نتكلم شيء خاص للحجاج وشيء نوجه للجميع. يا أخوة يا أخوات، اجتهدوا في هذه العشر المباركة كما اجتهد الحجيج، فاجتهدوا أنتم في بقاع الأرض في هذه العشر. ولو تلاحظ هناك أمر مشترك ما بين الحجاج وغير الحجاج، الحجاج يلبون ويكبرون، وغير الحجاج إذا دخل العشر يستحب التهليل والتكبير. وكان ابن عمر أبو هريرة يذهبون أسواق ويكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهما، يكبرون في هذه العشر كما جاء في الحديث، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر والحمد. لكن نقيد الآن الحديث حول أعمال اليوم الثامن. نعم. يوم التروية للحجاج. نعم. هي ترى ملاحظة جدا جميلة. إيه؟ قلت إن يوم الحجاج. إيه؟ ولكن هذا ما يعني هل يمنع إن إحنا نعيش معهم هذا اليوم؟ الثامن نحن الآن كمسلمين. إيه؟ فضل الله بوسائل التواصل تجعل اهتمامنا يعني معهم وقلوبنا معهم، ولا ننسى أن نستحضر النية بأن نتيسر الأمر أن نجتهد في الحج حتى نأخذ أجر النية. نعم. إذا ما حصلنا أجر العمل على الأقل ما يفوتنا أجر النية. أجر النية، كما جاء في الحديث إن بالمدينة أقواما ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر. الله أكبر. الصحابة تبوك راحوا في أشد الحر، عسرة، التعب هذا كله شهور، وردوا وهذين قاعدين بالمدينة نفس الأجر. قال يا رسول الله، قال حبسهم العذر. يعني ترى كل الأعمال اللي أنتم سويتوها أخذوا أجر. هناك تشابه. لا، الهم. زين، بوقتنا الحالي الآن تشابه. هدفي أني أروح حج. نعم. ودي أحج لكن ما تيسر. لكن ما تيسر. أي. بالنية هذه تؤجر عليها. وهذا من نعمة الله علينا في الإسلام. باب النية باب عظيم، كما ذكر بعض العلماء هناك تجار للنيات. تاجر يحسب الفلوس. ها؟ هذا تاجر نية، يعني ينوي يا رب انت يسر، يا رب اجعلني، يا رب يسر لي الحج، ما تيسر نيتي بلغت، يعني واخذت اجر النية. وفي الحديث المشهور الصحيح في قصة الأربع أصناف خلاصته، قال رجل عنده مال ينفقه في سبيل الله، ورجل ما عنده مال ويتمنى يكون عنده مال فينفقه في سبيل الله، قال فهما في الأجر سواء. فيا إخوة يا أخوات، احرصوا على النية، إن فاتكم العمل لا تفوتكم النية. والحديث المشهور هذا ذكرناه في قصة غزوة تبوك، أن ناس بالمدينة ما راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قلوبهم تتشوق وعندهم عزيمة لكن ما معذورون. قال فهم قال ما قطعتم واديا
ولا سلكتم سبيلا إلا كانوا معكم بالأجر حبسهم العذر. وإحنا نتكلم بنعيش اللحظة هذه مع الحجاج في هذا الموطن العظيم. يبدأون يوم التروية وغالب الحجاج يكون متمتع. متمتع يعني شنو؟ يعني خلص العمرة وتحلل ولبس نعم. ملابسه، ويوم الثمانية يبدأ يلبس إحرامات للحج. حلو. إذن يوم الثامن هو يوم بداية أعمال الحج. ماذا يبدأ؟ أول شيء يحرم من مكانه الذي هو فيه. نقدر نسميه الحج الأصغر؟ لا، هو الحج. 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 ولكن الحج. البدايات من بداية من يوم التروية. من يوم التروية. أعمال يوم الحج. يعني هو هذا اليوم الأول من. أي أعمال يوم الحج للمتمتع من يوم تمام. الثامن. أوكي. لأن المفرد يكون محرم أصلاً، والقارن يكون محرم فيكمل على ما بدأه. نقدر نشرحهم المقرن. طبعاً. المقرن ولا الثلاث أصناف. أي. وأنواع للإحرام. أنا الآن بروح حج. ترى موضوعنا كبير إحنا. ها؟ ممكن شعب. شعب إن شاء الله. إذا بروح حج لي ثلاث خيارات للحج. أي. إما أن أذهب للحج فقط. نعم. فلما أجي أحرم أقول لبيك اللهم حجا. نعم. وأحرم ولا أتحلل لحد ما أنهي الحج كله. يعني أنهي الإحرام يعني يوم العيد أحلق أرمي أو أطوف، ثلاث أعمال هذه، اثنين من ثلاثة أتحلل خلاص خلصت حجي. تمام. إذن المفرد يحرم ولا يتحلل إلا إذا انتهى من أعمال الحج. القارن نفس المفرد لكن ينوي عمرة معها. إذا صار حدث اثنين الآن. صار دمجت. نعم. وهذا في الإسلام ألغى ما كان قبل الإسلام أنهم لا يأتون في أشهر الحج بعمرة، فقط حج. فجاء الإسلام ويسر الأمر وصارت عمرة واجتمعتا قال وسلم فهما معا إلى يوم القيامة. نعم. وهذا من يسر الشريعة العظيمة. يعني ليش؟ لماذا يا كفار قريش أو يا من حرفتم، لماذا منعتم العمرة في أشهر الحج؟ يعني ما في سبب مقنع. ما في سبب. فلذلك الشريعة الإسلامية من أعظم الشرائع التي فيها يسر وفيها تيسير. لذلك تروح الحج اللي هو الخيار الثالث. نعم. المتمتع أبروح حج وعمرة، لكن شنو أبعتمر بعدين بحتحلل وارتاح إلى يوم ثمانية. نعم. التروية. أبدأ يوم التروية أبدأ أعمال الحج. شيخ الغالب متمتع. الغالب هو الغالب متمتع. متمتع. الغالب متمتع. إذن نستمر في عملنا. نعم. أيه؟ الآن نعود إلى المتمتع. يبدأ يوم ثمانية فيحرم من مكانه الذي هو فيه في مكة، ما يطلع. نعم. لا، في مكانه، ثم يتوجه إلى منى. فيصلي فيها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويبات. هذا المبيت. المبيت هذا يعني. مبيت بمنى ليلة عرفة اللي هو نهاية يوم الثامن. فالحقيقة أن يوم الثامن هو يوم استعداد للحج. الحج عرفة. يوم الحج عرفة. نعم. أعظم موطن. خلاص. فكان كما قال ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس بمنى ثم يخبرهم أنه كان يفعل ذلك. يعني هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنته عليه الصلاة والسلام. طبعا ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه هل الصلاة، طبعا الآن حنا في مكة في منى نصلي قصرا ركعتين ركعتين، ومن الأمور المذكورة أن حتى أهل مكة إذا حجوا يصلون بمنى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، لأن هذه أعمال الحج. من أعمال الحج قصر الصلاة للحاج. ثم يستحب للحاج أن يبيت في منى ليصبح فيصلي الفجر ثم ينطلق بعد ذلك إلى عرفة. ونذكر ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس
وعند طلوع الشمس يسير الحجاج من منى إلى عرفات. قال أنس بن مالك: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا يكبر عليه. يهل يعني إيش؟ يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وفي الصنف الثاني كل محرمين يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وتبدأ الآن أعمال الحج وينطلقون إلى عرفات. الآن هذه وأنا أستطرد عشان أعرف الصورة كاملة. أي. بعد ما يذهبون إلى عرفات، سابقا كانت تأخذ فترة يعني ممكن يطولون عدد كبير، فيتهيئون في الصباح إلى الظهر، ثم يصلون الظهر والعصر جمعا في عرفة، ويبدأ أعمال يوم عرفة. نعم. إذن هناك ارتباط ما بين يوم التروية والاستعداد ليوم عرفة. هذه يعني أهم ما يتعلق بيوم عرفة، وأنه استعداد وتهيؤ، ويعني وحتى في الجانب الجغرافي أنه يعتبر في النقطة المتصلة ما بين مكة وما بين عرفة، فأهل مكة ومن كل مكان يجتمعون في منى، ثم ينطلقون من منى كأنها تجمع. نعم صح، تجمع. نقطة الالتقاء، نقطة التجمع. نعم. هذه تأخذ 24 ساعة. نعم. يعني لو إذا أردنا أن يعني نفسرها في جانب الحشود. نعم. والتفويج، تجد شيء عجيب. يعني إسلامنا أخوي بالصباح، إسلامنا يعلمنا النظام، يعلمنا الترتيب، يعلمنا الحضارة. فعلا اليوم قارن بين ما يفعله الحجاج وما يفعلونه اليوم هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واستمر الحمد لله إلى يومنا هذا. قارن بينه وبين ما يفعله أصحاب الديانات الأخرى مما يفعلون من ذهاب إلى النهر. نعم. بعض الأماكن فتجد يعني والله شيخ نعمة. ثلاث كلمات: الاهتمام والحضارة والمسؤولية. لا شك أن هذه الثلاث عناصر تعطينا أهمية كبيرة لديننا الإسلامي. صحيح. أنا بتكلم أكثر عن خاصة الوقفات في هذه الأثناء، إذا تسمح لي بعد الفاصل ونكمل. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل إحنا بنتبارك. مجددا رحب فيكم مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم. مثل ما أنتم عارفين عنوان حلقتنا يتكلم عن يوم التروية. شيخ سالم، الله يجزاك خير، تكلمنا في الجزء الأول عن مقدمة عن يوم التروية، وتكلمنا عن الأعمال، تكلمنا عن التسمية. قبل لا نختم الفاصل قلنا أن إسلامنا هو دين الحضارة. صحيح. دين المسؤولية، دين الاهتمام. أتكلم عن ثلاث كلمات هذه وبعدين راح أنتقل إلى سؤال آخر. صحيح. طبعا لو بس بدأنا نتأمل في الحج وكيف جاءت أحكامه وأعماله بطريقة حضارية، سواء كان في الاستعداد للحج، سواء كان في التدريب على العبادات والطاعات، سواء كان تنوع العبادات في الحج. اليوم الحج ماذا ترى فيه؟ ترى فيه صلاة، ترى فيه إنفاق. نعم. والنفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بالسبعمائة ضعف. يعني اللي يروح حج فلوسه. نعم. كأنها انفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. جهاد وأجر عظيم. ثلاثة، تكلم عن صلاة، انفاق، تكلم عن جهد بدني. ترى الجهد البدني متعب، مجهد. صح. سافر وتأتي مكان مو متعود عليه، ثم تذهب من نسك إلى نسك، والالتزامات. وهذا هنا دين الالتزام. لا. في التزام. ديننا ما هو دين اعتباط وارتجال، لا، التزام. أنت مسلم يجب أن تحج كم مرة؟ مرة في الإسلام، التزام. فتجد المسلمين يحافظون على هذا الالتزام ويحرصون على الحج. لا. ثم تجد المسؤولية. مسؤولية يعني إيش؟ يعني ما حد يراك، الله يراك، هو اللي يراك. صحيح. فتجد الإنسان يتعود على هذه الأخلاق في الحج، ويصل مرحلة مهمة جدا من مراحل تحقيق العبودية لله في هذه الأرض التي خلقها الله وجعل فيها أحب البقاع بيت مكة،
وجعل هناك نسك وأنساك ومشاعر، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق. هذه جزء من المسؤولية. أنا ترى يعني أمس يكلمني أو قبل يومين يكلمني أحد الأخوة في إندونيسيا، هناك صندوق ادخار للأولاد، هناك نفس التأمينات، هناك صندوق ادخار للحج، لدرجة أن بعضهم يدخر 35 سنة حتى يصل المبلغ اللي مطلوب ثم يحج. سبحان الله. يعني هذا بالله عليه التزاما؟ والله التزاما ومسؤولية وانت الصاج بعد. فعلا يعني الصندوق هذا اللي غائم عليه أمام مسؤولية تجاه ربنا سبحانه وتعالى. وكيف أن الناس صار عندهم التزام؟ أنا تخيل، أنا ما أقول أنا ما عندي فلوس وما أستطيع انتهت المسألة، لا، ألزم نفسي أجمع من أموالي وأدخر إلى أن أحج، هذه مو مسؤولية؟ والله مسؤولية. مسؤولية. لذلك الإسلام يربينا على هذا المنهج. إسلامنا دين عظيم يعطي جانبين، وهذا يعني لو تلاحظ كل عباداته تربي المسلمين على الجدية، نعم، على الاهتمام وعلى الالتزام كما ذكرت قبل قليل. إذن من خلال هذه الكلمات الثلاث الله يجزاك خير، نبي نغير شوي مود البرنامج والحلقة بالتحديد. نعم. أكيد في هناك قصائد. صحيح. وقصائد نقدر نقول عليها قصائد شوق، قصائد غزل في بيت الله الحرام. أكيد في هذه الأثناء الشيخ سالم كانت القصائد زاخرة في هذا الوقت. من أشهر القصائد صراحة في مسألة، واليوم تكلم عن التروية، تكلم عن منى. نعم. ومنى هي بداية، وبالمناسبة سابقا كان أغلب وتواجد الحجيج في منى. فأحد الشعراء من اليمن اسمه عبد الرحيم البرعي، في أواخر تقريبا في النصف الثاني من القرن الثامن وبداية القرن التاسع، جاء أتى بقصيدة من إبداعات الشعر العربي. والعجيب أن يعني هذه القصيدة ألقاها أو ألفها وهو في ذهابه إلى مكة. نعم. وكان مريضا واشتد عليه المرض، وكان يخاف ألا يصل إلى المناسك بسبب مرضه وأن يموت بهذا السبب. نعم. فقال القصيدة صراحة من أروع القصائد التي تكتب، والتي إذا يعني أردنا أن نرى الحج من زاوية الشعر والأدب سنجد هذه القصيدة في مقدمة ما ذكر في هذا الشأن. قال: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتموا يوم الرحيل فؤادي، يعني أنا جر يعني كأني أنا الآن معاكم أقاد، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، مشتاق أنه يروح مكة، مشتاق الحج، حرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، يعني في مكة المكرمة. وبدأ يتصور مكة وبئر زمزم والأماكن هذه. قال: ويلوح لي بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي ويقول: يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، يعني يوم عرفات. نعم. يعني تتطهر قلوب وتأنس الأفئدة وتغفر الذنوب، ويطلع على الله على عباده ويباهي بهم ملائكته. لا إله إلا، مشهد يعني جدا رائع. قال: من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي، تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، اللي هو يوم، نعم، يوم العاشر، يوم الحج الأكبر. فبدأ يذكر في هذا اليوم، يوم العيد، بدأ يذكر ما جاء في الأعمال والأنساك ومنها الضحايا. قال: ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، يعني أنا الآن يعني وصل مرحلة من الشوق. قال: لبسوا ثيابا بيضا شارات الرضا، يعني الثياب الأبيض دائم علامة، لذلك حتى الكادر الطبي يلبسون الأبيض، يعني
علامة الطهارة وعلامة كذا. وكان يسأل سلم يحب الأبيض من اللباس. قال وأنا الملوع قد لبست سوادي، يعني الآن أنا زعلان ودي أني أروح ودي ألحكم. قال فإذا وصلتم سالمين، والله مريض ما يستطيع أن يذهب معهم إلى مكة. قال فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي، يعني سلموني على أهل مكة، سلموا لي على أهل الحج. قال قولوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أو ترنم حاد. هذه من القصائد اللي والله من القصائد الجميلة والمؤثرة، فيها تشوق وبعدين فيها قصة، أنت قاعد تعيش الحدث الصورة يعني أحسن. شوف دائما الشعراء في هذاك الزمان يعيشون القصة وإحنا نشوفها في صورة أمامنا. أحسنت. والعرب تميزت بالبلاغة، ما هي البلاغة؟ إني أنقل الصورة التي رأيتها إلى من لم يراها وكأنه رأها، يعني هذا الإبداع. هذا الإبداع إني أنقل لك لدرجة مرات لما أسمع أنا وياك بعض الأبيات يقول إي والله نعيش القصة يعني نعيش الأبيات يعني دخلك في الجو، يعني بقول لك اليوم وسائل التواصل يعني أو يعني الفيديوهات وكذا صرت مرات ما تبي تشرح تعطي الفيد يقول شوف صحيح شوفوا ريحنا شوفوا يعني وهذا للأسف فقدنا بها البلاغة صحيح التي يتعودها العربي. نعم. ولعل يعني إذا في فرصة نرى بعض دعوات الأعراب أي. في دعائهم في الحج وسؤالهم أنا للأمانة إحنا في عندنا جزء ثاني راح أتكلم عن بعض الوقفات اللي أنا محتاجها في الأدعية. نعم. ولكن هل في هناك قصائد أخرى؟ لا يا طبعا هذا القصيدة، هناك قصيدة أخرى صراحة. نعم. أحد المعاصرين نذكرها وكانت يعني جميلة شيخ عندنا دقيقتين قبل الفاصل تمام نعلي أقرأ أهم الأبيات فيها. قال روت جموع المؤمنين قلوبها بالنفر نحو منى لترضي ربها، اللي هو يوم التروية. نعم. راحوا وعلت هتافات الجميع إلى السماء، كل يلبي ربه متولها. نزلوا الخيام لباسهم متوحد، يعني كلهم لابسين أبيض. نعم. هجروا ملذات الحياة وحوبها، شؤث الرؤوس ثيابهم مغبرة لكن قلوبهم تضيء من البهاء. طابت منى بالوافدين، طابت منى بالوافدين وقد غدت نزلا لوفد الله كل شعابها. طبعا يتمنى طبعاً هو يعني يتمنى أمنية. قال رباه مالي قد تركت مرابعا تهفو القلوب من الدنا لرحابها. رباه هل أحظى لديك بحجة تمحو بها ذنبي وتدنيني بها. فنسأل الله أن يرزقنا جميعا حج بيته من أجمل المشاهدين والمشاهدات، من أجمل الفقرات اللي احنا ناقشناها. إذا مشاهدينا الكرام بعد الفاصل احنا بنتظركم. من أعمال يوم التروية بالنسبة للحاج المقرن والمفرد فهما يبقيان على إحرامهما من الميقات، أما الحاج المتمتع فيحرم بالحج، والمستحب أن يحرم به صباحا قبل الزوال. يتوجه الحاج بعد ذلك إلى مشعر منى لقضاء هذا اليوم والمبيت بها بعد التنسيق مع مطوف الحجاج. والمبيت في منى سنة وليس واجب، بمعنى أن الحاج لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في منى في ليلة التاسع فلا حرج عليه. ومنى منطقة صحراوية تبعد حوالي 7 كيلومتر شمال شرق مكة على الطريق الرابط بين مكة ومزدلفة، ويستحب للحاج الإكثار من الدعاء والتلبية أثناء فترة إقامته في منى، كما يقوم الحاج بأداء صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء قصرا دون جمع، بمعنى أن كل صلاة تصلى منفردة ثم يقضي ليلته هناك، ويصلي الحاج بعد ذلك صلاة الفجر ويخرج من منى متجها إلى عرفة لقضاء يوم الحج الأكبر. مجددا رحب فيكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من برنامج لقاء الأثراء، ومثل ما أنتم عارفين عنوان حلقتنا يتكلم عن يوم التروية. أبو عبد الله الله يجزاك خير، قلنا بعد القصائد الحلوة والشوق في بيت الله الحرام، ولا شك أن في ذلك الزمان كانت القصائد تجسد حدث وصورة إحنا نعيشها.
الآن في الجزء الأخير من البرنامج. نعم. نبي نتكلم عن بعض الوقفات اللي إحنا محتاجين الأدعية الواجب يعني نقولها في هذه الأيام. طبعاً هو الذكر العام المذكور في يوم التروية هو التكبير والتهليل والتلبية، يعني هذا المسار العام. لكن إطلالة على كتب الأدب نجد هناك أدعية من بعض الأعراب، ودائماً في الصحابة رضي الله عنهم وحتى السلف كانوا يحرصون على يرون أسئلة الأعراب. نعم. بعض ما فهم الأعراب كيف كانوا يدعون ربهم، خصوصاً أنهم أصحاب بلاغة، والأعراب أصحاب بلاغة وأصحاب فن اللغة. الشافعي مكث عند هذيل يعني ما يقارب 15 سنة تقريباً، إن لم يعني تفوتني دقة عدد السنوات، سنوات طويلة ليتعلم منهم اللغة. الشاهد أن كتب اللغة سواء كانت جمهرة خطب العرب أو غيرها من يعني حوى مجموعة من ما ذكر في الأدب العربي حول الأدعية، وهذه جميل أن يعني نأخذ بعض هموم أولئك وكيف أن بعض السلف اهتم بها. نعم. ذكرها من باب جزء من باب الطرافة وجزء من باب المعاني العميقة. نعم. أذكر مثال، سمع عربي عشية عرفات يقول: اللهم إن هذه عشية من عشايا محبتك وأحد أيام زلفتك، يعني أتقرب. نعم. إليك. قال: يأمل فيها من لجأ إليك من خلقك ألا يشرك بك شيئا بكل لسان فيها يدعى، يعني يا رب أنت تدعى بكل لسان، ولكل خير فيها يرجى. الآن بدأ يطلب. قال: أتتك العصاة من البلد السحيق، يعني جايينك من كل فج عميق، ودعتك العناء من شعب المضيق رجاء. قال: رجاء مالا، بل رجاء ما لا خلف له من وعدك ولا انقطاع له من جزيل عطائك، أبدت لك وجوها المصونة، يعني حنا يا رب وجهنا لك وجوهنا. قال: ترجو بذلك رضوانك يا غفار، يا مستزادا من نعمه ومستعاذا من نقمه، ارحم صوت حزين دعاك بزفير وشهيق. نعم. شوف الآن يعني من يعني قليل من ذلك. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: سمع عربي يقول عشية عرفات: اللهم لا تحرمني خير ما عندك لشر ما عندي. شوف شوف المعنى. صح. قال: وإن لم تتقبل تعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. يعني إذا ما قلتها مصيبة. صحيح. رب عطني أجر المصاب يعني. قال، وهذا ما رواه سفيان بن عيينة. وقال أحدهم: رأيت عربيا متعلقا بأسار الكعبة يقول: ربي أتراك معذبنا وتوحيدك في قلوبنا. هذا من حسن الظن بالله جل وعلا، يا رب نوحدك يا رب. نعم. يا رب لا تعذبنا. قال: ولئن فعلت لتجمعنا مع قوم طالما أبغضناهم لك، يعني يا رب ترى اللي يشركون بك واللي ترى ما نحبهم لك يا رب. نعم. يا رب، يعني شوف هذا من المعاني. أحد الأعراب يعني سمع وقد أخذ بحلقتي باب الكعبة، الباب الكعبة له حلقتان. قال: سائلك عند بابك، ذهبت أيامه وبقيت آثامه وانقطعت شهوته وبقيت تبعاته، فارض عنه، وإن لم ترضى عنه فاعف عنه غير راض، أهم شيء أنك تعفو عنه. تعفي عنه. هذا يدل على أنهم كانوا، بالمناسبة كان عندهم حسن ظن بالله تبارك وتعالى وبساطة بعد شيخنا. إيه يعني شوف حتى الكلمات، أنا قاعد أقيس الكلمات. إيه يعني بسيطة. يعني إنسان يخجل في حتى طلبه لله سبحانه وتعالى. أحسنت. لكن من نعم الله علينا أن أعظم الأدعية هي جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وعلمنا الدعاء، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي في عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. ويبدأ المسلم يتعود على جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء جامعا. نعم. وهذا الدعاء له أكثر من رواية، لكن أجمع
ألفاظ هذا الدعاء، وراح تستمتع معي يا أخوي أبو صباح في أنه ما بقى شيء ما دخل فيه. تفضل. قال اللهم أني أسألك من الخير كله. نعم. آجله وآجله، ما علمت منه ألمه وما لم أعلم، وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لا أعلم. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. في شيء بصباح مداخل بهذه كل شيء داخل. هذا من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تعود دائما على، وأنا أوصي إخوان الحجاج على أن يتعودوا على جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فما من خير، طبعا هل يعني ذلك أني ما أدعو؟ لا، أدعو اللي بقلبك، أدعو اللي بقلبك، ولكن يا رب أرزقني السيارة، يا رب يعني أخذ راحتك، ما في بأس، لكن بعد أن تجمع جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنا وصلت في الختام، أبي كلمتك الأخيرة، وبالله ما ودي أني أختم الحلقة لأنه بالفعل قاعد كل يوم قاعد أطلع لي معلومة جدا حلوة، خاصة معك الله يكرمك بركة. لا شك أننا في هذه الأيام المباركة ندعو أنفسنا وجميع المسلمين حجاجا وغير حجاج أن يتسابقوا في هذه العشر. أروا الله من أنفسكم خيرا، ليكن شعارك إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. يا الله كلام. يا أخوة يا أخوات، هذه العشر أعظم من العشر الأواخر من رمضان. نعم. فكما اجتهدنا في العشر الأواخر نسأل الله القبول، نجتهد في هذه العشر ونسأل الله أن يعيننا فيها على شكره وذكره وحسن عبادته. اللهم آمين يا رب العالمين. كل الشكر لك شيخنا الغالي الشيخ سالم حمد القحطاني، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم ومشاهدتكم لنا. أسأل الله العظيم أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.